الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الإخوة على ما بينوا من عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه البلاد تعج بالدعوات، فيها دعوات كثيرة جدا. أي مكان تمش تلقى ناس بيتكلموا في الدين وباسم الدين، كتار منهم الدلوك القاعد بجايدة، فهمت؟ قاعد براو خدت له فرشتين بيشرح عليهم في شنو، أنا ما أعرف، بجاي فرشتين فيهم زول واحد. فناس كتار بيتكلموا باسم الدين، بعض الناس يدعوك للكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، بيتكلم باسم الدين ودار يدخلك الجنة، تخيل، فهمت؟ دار يدخلك الجنة لكن يدعوك للكفر والشرك بالله عز وجل، بتلقى نفسك جوا جهنم، فهمت؟ عشان كده ربنا تبارك وتعالى قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. في مجرمين بيتكلموا باسم الدين، باسم الإسلام، وعاملين فيها بيدعو للإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم يدعو إلى الكفر الذي حاربه الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت الفريق ده كيف؟ يجيك الآن صوفي في رمضان يقول لك بمناسبة رمضان والشهر الكريم، بعد ما يجيب لك مدحة بتاعت أبوك الشيخ الكباشي، قيده في شبله، جيت أزور جبله إلى آخره، بعد ما يجيب لك المدائح دي يجي يقول داري علمك الدين، إمتى؟ يقول لك طبعا الأولياء رضي الله عنهم بيعلموا الغيب وبيد الجنة، إمتى؟ وبيستجيب الدعاء وبنزل المطر، إمتى؟ زي ما بقول محمد المنتصر الإذيرك الصوفي، إمتى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه يوما أسود كيوم عاد وثمود. الصوفي المجرم محمد المنتصر الإذيرك يجي يعلم الأمة الإسلامية في رمضان أن يدعو غير الله تبارك وتعالى، قل لهم دعاء غير الله بجوز، إمتى؟ وقال الدليل حديث الأعمى، جل النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال له أمش وقل يا محمد إلى آخر الحديث الذي يستدل به هذا الصوف. وربنا عز وجل في القرآن الكريم قبل ما نتكلم لك في الحديث، أن ربنا عز وجل قال لك أسأل الله عز وجل براه في الدعاء، الله قال لك أسألني براي، ما في رسول عليه الصلاة والسلام يدعى من دون الله، ما في ملك يدعى من دون الله، ما في ولي يدعى من دون الله، ما في صالح ولا طالح يعبد أو يدعى مع الله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ربنا تبارك وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إمتى؟ فربنا عز وجل قال لك أسألني براي. الصوفي الدلوكة الدرويش محمد المنتصر الإزيرك داري بقيك زي أبو جهل وأبو لهب، بل لو باريت الصوفية تكون بغادي لأبو جهل وأبو لهب، أبو لهب يكون أحسن منك والله الذي لا إله غيره. الصوفية الآن يقول لك في الشدة في الكرب تسأل الأولياء وتسأل الركاني، نادي ركانيك في الكلاك أبو آدم، نادي ركانيك كالبرق رمش يلف الغرقان جوا الموية يبقى له وينش. قال لك إذا جيت غرقت تنادي الركاني، تنادي الركاني ده الدين بتاع الصوفية، عشان ما يجينا واحد كوز مجرم يقول لك الصوفية دي طبعا عندهم باع في نشر الإسلام وعندهم ما عارف لك علموا الناس الدين وحفظوا الناس القرآن في الخلاوة كالطب، علموا الناس الشرك بالله عز وجل. نادي ركيني كالبرق رمش يلف الغرقان يبقى الوينش. والبرعي قال: إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. وقعت في مشكلة في مصيبة تنادي إسماعيل الولي، والله قال لك في القرآن: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، أي مسلم موحد
بيقول لا إله مع الله تبارك وتعالى، لكن الصوفية يقول لك نعم الأولية بتاع إنهم مع ربنا عز وجل. أحمد التجاني بتاع الطريقة التجانية، وخليفته إبراهيم الكولخي يدعو الناس أيضا إلى عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. أنا العبد إبراهيم صاحب فيضة، وجدي رسول الله ختم النبوة، أحبك يا شيخ، يعني أحمد التجاني، والله إنني أراك مغيثا من جميع البلية دي التجانية. الطريقة القادرية يدعوك أيضا إلى عبادة شيخهم من دون الله تبارك وتعالى. مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة، أنا لمريدي حافظا ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوته. ده الدين بتاع الصوفية الآن. أي طريقة علينا جاي تنادي الشيخ بتاعهم، سماني تنادي البرعي، أحمد الطيب البشير تنادي السمانية، كت كلهم. رجل طابت به كم من نفوس طابت إلى آخر. التجانية تنادي التجاني والكولخي والشيخ موسى بتاع دارفور جنوب دارفور إلى آخره. ما عارف المرغنية تنادي إبراهيم المرغني، كلهم يدعوك إلى عبادة الأولياء، وهنا ندعوك إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وإن رغمت أنوف الصوفية والإخوان المسلمون والجباجية وكل العطالة وكل الطرق الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فشوف في رمضان ما تتورط، ما تسمع لك أي زول بيتكلم في الدين، تجي تقعد تسمع له والزول ده كويس وبمناسبة رمضان ونتكلم عن الإسلام، لا 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 لا، ده ما تسمع له. تسمع على العلماء، في علماء الآن يتكلموا، محمد بن هادي المدخلي العسيمين رحمه الله تبارك وتعالى، ربيع بن هادي، الشيخ رسلان إلى آخره من علمائنا الموجودين. ما تنجي تتورط تسمع لك لزول، تفتح التلفزيون الآن بلاوي ما أنزل الله بها من سلطان، ينط لك محمد المنتصر الإزيرك يمرقك برا الإسلام، بعد شوية يجيك الدرويش الثاني عمك العجوز اسمه منو بتاع الفنانين والفنانات السيركادور، عمك ده فاشل، الله يديو الله يديو، والله يلملم البنات فهمت والأولاد، ما عندهم موضوع. الناس اللي بصلوا تراويح لا ما عارف عملوا شنو، صايمين النازل، والله الغنى ده ما غنى، زول صايم انا متاكد، زول صايم ما بصرخ الصريخ اللي بيصرخوا الجماعه دي، فرفوري فرفر 3 ساعات انت، بعديه طه سليمان، بعديه مين ما عارف ليك البنا، بعديه الفحيل، بعديه ما عارف من خور، بعديه رشا طقت، بعديه سجم رماد انت، وداك عمك قاعد بالعكاز بتاعه زي التعشيقه، انت صوتك حلو وانت صوتك جميل، عليك الله اغني لنا الاغنيه، سال من شعرها الذهب فتدلى ومن سكب، كل ما مرت به نسمه ما جاوت طرب، بالله وانت بالله غني لنا اغنيه، العجب حبيبي اداني تحيه دموعي سالت، بالله تحيه ولا بومباندي انت، هاس ديل الان تلقاهم شغالين في رمضان بغادي، ناس غنى الطيبه، ناس الدكتور عبد الحي يوسف وديل تباريهم من السودان وطوالي داعش، والله الذي لا اله غيره، مش الناس الان زعلانين وداعش ما كويسين وداعش غير انسانيين، يجوك العلمانيين طبعا، وداعش ما عارف الى اخره، ديل لو باريت الدكتور عبد الحي يوسف ما عارف عبد الكريم محمد عبد الكريم بتاع الجريف، ديل لو باريتهم من هنا وداعش طوالي، منهج الخوارج انت يعلو في رؤوسهم ويوقروا اهل البدع ويجيبوا اهل البدع ودعاة الخروج على الحكام ودعاة الثورات الذين أججوا البلاد وضيعوا العباد في كل العالم، العريفي سلمان العودة ما عارف كلهم كلهم بيجيبهم الفاشل الدكتور عبد الحي يوسف، دير كلهم دعاة باطل. تقال لك الكلام ده عندنا معهم مشاكل، يعني في قرش في كورة جابوا فينا جون دارين نجيب فيهم جون تاني، لا لا، مشكلتنا معهم في الدين وخايفين عليك انت، لأنه الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، دي كلها طرق كلها طرق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، انت فانت تابع طريق النبي عليه الصلاه والسلام،
تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. استفيد من رمضان بتاعك عشان ما تطلع عطشان وجيعان سايد. والله جد صوفي أي عقيدتك في الشيخ أيوة البور أي بينفع ويبضر أي بكرة شنو رمضان؟ لا لا طير بلا رمضان معك مالك مع رمضان إنت. قول لك لا لا والله اشترينا السكر واشترينا الأبره شفت قروش السكر دي وكل لك باقي جداد لأنه جهنم بعدين هناك جداد ما في إنت والله إلا التوب تتوب إلى الله تبارك وتعالى تقول البرع ده لا ينفع ولا يضر وما بينفعك تقول أنا بعرف الله وبنادي الله. لا لا إلا تكفر بكل الطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل في البلد دي كباشي صايم ديما مكاشفي ركيني برعي غيره ما عارف تورح فينا بتاع الديوام داك فهمت أبو قرون كلهم الياقوت جد تكفر بهم لأنه الله عز وجل قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها انت فانت احرص كل الحرص انه رمضان ده ها تصوم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى عامل حسابك. قال بعد كم يوم قريت في جريدة الدار قبل كم يوم قال شيخ اللمين ده بتاع الشيكسي بعد ما الله طفشوا من البلد دي مشى هناك هولندا ولا ما محل اللبن انت اظنه اكل له لبن جاو ما عارف شنو قال جاي راجع السودان. قال وإن رمضان شهر عبادة لأن ربنا عز وجل قال ها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال دار يجي هنا يحيي ذكر الله عز وجل يعني تاني دار يجي يعمل لنا فيها أح 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 حرتي سرتي لا هو الفجل لا هو البامبي. انت مشيت لحد هولندا لا عرفت فجل لا عرفت بامبي انت جاينا ساكت. قال تاني جاي السودان وأنا أقول لك يا شيخ الأمين تجي السودان تاني بنخش فيك شمال انت ما بنخلي. والله صحيح تمشي هولندا بريطانيا بلجيكا تجينا هنا مش صوفي ايوه وتدعو الناس الى عباده المكاشفي شيخك وسيدك البعلم الغيب والبعلم الجايه وبجيب الرائحه هاي بنحذر منك الامه الاسلاميه احذر هذا المدعو شيخ التكسي شيخ ما عارف ليك شيخ اللمين انت اوعك في البلد دي ملانه دعاه باطل ودعاء ضلال الا من رحم الله. وأنا كلامي كثير لكن أقدم أخونا وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.